السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة يا جماعة؟ هنقول دعاء فيروس كورونا. يلا بينا نقوله سوا. يلا: العالم كله ينتظر رحمتك بعد ان يرى قدرتك، فلا تخزلنا يا الله. اللهم ارحمنا وانت ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين. الظروف اللي احنا فيها والعالم كله بسبب فيروس كورونا، في ناس كتيرة بتساعد الناس المحتاجة. البلاد انا بقدم ليهم رسالة الشكر والتقدير، كل الشكر والتقدير لكل واحد بيساعد الناس في الظروف اللي بتمر بيها البلاد. يا رب ارفع عنا البلاء.